برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. والحقيقة الفقرة دي اللي بنستناها من الأسبوع للأسبوع اللي بنتكلم فيها إزاي ممكن نستثمر بشكل صحيح والاستثمار الآمن. دايما بنقول العقارات من أنواع الاستثمارات وأهمها الأمنة اللي ممكن حضرتك تحط فيها فلوسك ويكون فيه عائد كمان أنك أنت تكسب. طبعا عارفين غلاء الأسعار اللي حصل الفترة اللي فاتت، ارتفاع أسعار مواد البناء والحديد وارتفاع سعر الدولار اللي سبب زيادة في الأسعار، لكن مع الشركات اللي ليها مصداقية وليها ثقة وليها ثقل والعميل عندها هو أهم حاجة، إزاي ممكن أكون معاك وفي صفك إنك أنت كمان تستثمر ويكون في عائد كويس ليك في ظل التضخم اللي بيحصل. ده ممكن نعمله إزاي؟ نعرف النهاردة من أستاذ مينا أندراوس رئيس مجلس إدارة شركة بيتر هاوس. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ مينا، نورنا. ده أنتوا يعني الجنيه 8 قل والموضوع بقى صعب جدا، وكلنا بنفكر بشكل او باخر انا اعمل ايه. يعني لو واحد عايز يحوش قرشين، او واحد كان اوريدي محوش قرشين، او واحد هيجوز ابنه كمان كام سنه او بتاع، بتشوف ازاي نفكر في ظل وجود تضخم بالشكل ده. تضخم في العالم كله مش بس في مصر، احنا بنتكلم على تضخم في العالم كله وزياده اسعار مهوله ربما ما عدتش على العالم كله من سنين كتيره. يعني اوقات كانت تعدي على دول ودول، لا النهارده العالم كله بيعاني من فكره التضخم. شوف حرك بما انك يعني في السوق وفي العقارات وفي ازاي الواحد يفكر او ازاي الواحد يتعامل. طيب احنا يمكن قلنا قبل كده ان من قبل ما تبتدي سنة 2022 وكان التوقع ان هي بيسموها سنة التضخم يعني. أيوة. فالتضخم ده موجود في كل حاجة، مش في العقارات، هو موجود في كل السلع، موجود في كل العالم. أيوة. وازاي الدول او ازاي الناس بتفكر ان يخفوا التضخم دوت او زيادة الاسعار، تبتدي الدول بتفكر في قصة الفايدة. وما بدأت زيادة الفايدة دي بدأت في امريكا بعد كده مصر بتاع يعني بتحاول على قد ما يقدروا ان هما يخفوا التضخم. طيب انا كبقى يعني مشاهد او كيعني مستثمر صغير، ازاي استثمر فلوسي في مكان صح وفي مكان امن يحافظ على الفلوس ديت واكسب واكسب بالظبط. هو يعني في ثلاث حاجات دايما الناس بتتجه ليها. هو الاستثمار الامن من خلال البنوك مثلا، شهادة استثمار، او من خلال اصول الخزانه. دي طريقه، والطريقه دي على فكره برضو امنه كويسه جدا جدا، وخصوصا كمان ان مثلا عندنا الدوله هنا عملت الفايده اللي هي 18% ودي فايده مغريه وادت ان الناس بدات تتجه ايه ليها. النقطه الثانيه هي الذهب، ان انا النهارده عايز احافظ بسرعه على الفلوس فبحطها في حاجه قيمتها بتبقى ثابته وعلى طويل المدى، يعني لفتره بتزيد بس انا بحافظ على عليها. في حاجة تالتة، العقارات. العقارات أنا النهاردة أقدر أحط فلوسي في حاجة، سواء بقى كانت تجارية أو إدارية أو 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 سكنية أو أي أي شيء يعني. دي برضو بتحافظ على فلوسي وبيحصل يعني عشان النزيف اللي بيحصل أو السقوط اللي بيحصل في الجنيه دي هتحافظ معايا. بس إمتى تكون مميزة، امتى تكون امنة زي ما بيقولوا؟ لازم نعمل الاناليسز شوية او تحليل على الحاجات ديت. يعني النهاردة مثلا هو كل الطرق كويسة وكل الطرق يعني الثلاثة دول كلهم كويسين جدا عشان تحافظ على استثماري. فاحنا كشركة مثلا جبنا الطرق ديت وعملنا عليهم اناليسز، لكن احنا عندنا يعني طموح اكتر، عندنا شيء اكتر جايين النهارده بنقوله للعميل مختلف شويه. يعني اقدر احافظ على فلوسي من خلال الشهادات، اقدر احافظ على فلوسي من خلال الذهب، اقدر احافظ فلوسي من خلال العقارات، بس انا عايز العميل يكسب كل حاجه، عايز اطلع بره الصندوق واقدم له خدمه اكتر. بالظبط، انا عايزه بقى يكسب الثلاثه بقى. ازاي ده بقى اللي احنا هنقدمه النهارده؟ ان احنا يكسب الثلاثه. بالظبط، يعني انا ممكن يعني حضرتك قلت لي ممكن اكسب الذهب زي الذهب ان انا احافظ على حاجتي. تمام. زي شهادة. الشهادات ان انا اكسب عائد. بالظبط. طب انت هتعمل لي خلطه بقى، ايه الخلطه بقى اللي عاملها لي؟ بالظبط. احنا قعدنا مع بعض في الشركه وبنشتغل مع بعض بروح واحده. تمام. ان احنا نخلق حاجه جديده للعميل ان هو يكون استفاد من كل الطرق دول، الثلاث طرق دول استفاد بيهم. تمام. يعني لو احنا اتكلمنا على حاجه مثلا، اول حاجه مثلا ان انا عايز احافظ على فلوسي وانا مش شغال في حاجه فعايز احافظ على الفلوس ديت واطلع منها عائد. فاحنا استخدمنا النقطه ديت ان انا كشركه
بدي عائد على المقدم. تمام؟ وخليني اقول لك العائد هيوصل لايه؟ هيوصل ل 20% سنوي. يعني انت حضرتك انا هدفع مقدم شقه مثلا او هشاليه في 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 فيداله الجلاله فيداله وهتديني عائد يصل ل 20% في السنه بالظبط على المقدم. على المقدم ده رقم واحد. يبقى ده كده رقم واحد. طيب قيمه قيمه الذهب بقى والقيمه اللي بتحفظ دايما فلوسي لفترات طويله تمام موجوده برضو في فيداله لانه مكان مميز جدا، هو قيمته اعلى من الذهب. لكن فانا حققت العائد وحققت القيمه بتاعه الشيء وحققت المكسب بتاع العقارات، لان العقارات ليه حاجتين. اول حاجه هو في تزايد في يعني في انخفاض في سعر الجنيه وفي تزايد في سعر العقار، وكمان يعني القيمه نفسها بتتزايد بطريقه عاليه، يعني مثلا الجنيه بيبقى 2 جنيه و3 جنيه و10 جنيه في بعض الاحيان. فالقيمه نفسها بتعلى. مش بس كده بقى، ان انا اقدر استخدمه كاستثمار امن في ان انا اجره مثلا طبعا، فبيطلع لي عائد، فحققت له بقى حاجه جديده خالص. انت النهارده هتاخد عائد على المقدم، مش هتدفع اقساط خالص الا بعد الاستلام. ولما هتستلم هتستخدمه في تاجره وتستثمره وتطلع منه عائد، فانا حافظت على فلوسي. هو ده يمكن اللي بيفرق الذهب عن العقار، ان العقار بقدر اجره بستفيد منه، لكن الذهب ما بيتاجرش. بالظبط. مش بس كده كمان، انت النهارده مثلا في علو جامد قوي النهارده، لو انا هشتري ذهب يعني هفكر ما ينفعش اشتري في الازمات، يعني دايما الازمات بيبقى فيها علو وانخفاض علو وانخفاض. فانا ما اقدرش اشتري في الازمات والحروب اللي بتحصل ديت، كنت اشتريت قبل كده، لكن بعد العلو ما اشتريش. انت فاهمني يا استاذ حق؟ لكن انا النهارده بلجأ للعقار. ليه بلجأ للعقار؟ عشان خاطر العقار آمن وفي نفس الوقت هقدر استثمره زي ما انت قلت، الذهب ما اقدرش اجره مثلا. مش هيبقى عندي التزام، يعني انا عندي عائد هاخده على المقدم. الاقساط هتبقى بعد الاستلام، فالاستلام لو في خلال سنه مثلا يبقى ما عنديش اقساط لغايه سنه، وبعد السنه انا ما عنديش حمل اقساط لاني هاجر وادفع القسط منه فيه. ده مش بس كده، ان انا بعد الاستلام اللي هو هيبقى بعد سنتين الاستلام هيكون كمان حافظت على القسط بتاعي قل، لان قيمه القسط لو هو مثلا 10 جنيه مش هيبقى قيمته 10 جنيه، لان القيمه نفسها بتنزل في تضخم بيحصل. فانا حافظت على المقدم بتاعي وحافظت على الاقساط ان هي قلت عليا في المستقبل. ايجار الوحده هيزيد. انا عايز اسال السؤال اللي بيدور مثلا في دماغ الناس دلوقتي. انا اديتك القرشينات اللي معايا تمام، وقلت وهتديني عليهم عائد، انا مبسوط 20% وهيحافظ على قيمه الحاجه وحافظت على قيمه فلوسي وكل حاجه. بس جيت بعد سنتين في وقت الاستلام انا معيش ادفع اقساط. تمام. هترجع لي فلوسي؟ هو في عندنا حاجه اسمها الخروج الامن، يمكن اتكلمنا عليها قبل كده. احنا العميل بتاعنا عايزين نكسبه في كل الاتجاهات، فاحنا عندنا مثلا دفعت المقدم، اخدت عليه العائد اللي انا باخده 20%، ده رقم على فكره مميز جدا جدا. هو زاد دلوقتي ال 20، ما كانتش 20 في الاول. لا ده عرض يعني. احنا عاملينه عشان يعني بقدر الامكان يعني نبقى بنساعد في في, في يعني في ان احنا نضاد التضخم الازمه دي بالظبط. بنساعد وفي نفس الوقت هيكون عرض، العرض ده ساري معانا يعني لاخر الشهر. انا بس بنوه على الناس انه ما كانش العائد 20، ده هو عشان السعر. سمعت الحته دي؟ يعني لاخر الشهر. يقول لك لاخر الشهر. لاخر الشهر. يعني الحركة الكلام اللي حضرتك هتقوله ده لمده اسبوع يعني؟ لمده اسبوع. انا جاي بساعد في القصة، يعني بساعد اي حد بيفكر النهارده يعني احط فلوسي ازاي. لا انا عايزك تكسب، تحط فلوسك في احسن عائد وتاخد عليها عائد في نفس الوقت تبقى قيمه كبيره وبتزيد. مش بس كده كمان، انا خليتك شريك معايا في العقار نفسه دوت، وبتطلع منه عائد ايجاري عشان تدفع بيه اقساطك اللي هتدفعها بعد سنتين. مش هتدفعها دلوقتي. ولو عايز اخد فلوسي، ولو عايز اخد فلوسي هقدر اخدها، لان انا عندي حاجه اسمها خروج الامن بتتحط في العقد، ان في اي وقت يعني طبعا بعد عند الاستلام يعني بعد سنتين عايز استرد فلوسي بعد ما اخدت العقد، حضرتك تسترد فلوسك. مش هتخصم لي منها بقى ال مش هخصم لحضرتك اي شيء. ال 20%. يعني هي الفكره ان احنا يعني احنا عايزين يعني نساعد ونتساعد، يعني هيلب هيم تو هيلب اس، يعني لو ساعدتك هنساعد كلنا. هي دي زي ما انت قلت لنا قبل كده، وين وين يعني، ده انت كسبان وهو كسبان بالظبط، احنا كلنا كسبانين. اعمل ايه عشان اخد العائد ال 20%؟ طيب
انت حضرتك يعني الاول بس يعني لازم نتكلم على قيمه المشروع بتاعنا. احنا بنتكلم على مشروع فيداله. مشروع فيداله دوت ده مشروع في مدينه الجلاله، ده مشروع مميز جدا يا جماعه في مدينه الجلاله العالميه. تفرق كتير جدا بجوار وفي المدينه. طيب هو مدينه الجلاله العالميه ديت فوق سطح البحر بحوالي 750 ل 800 متر. احنا مشروع مميز جدا، المشروع دوت على الكورنيش الجبلي على طول للمدينه. طبعا إطلالة غير عادية، مميزات المدينة نفسها كمدينة عالمية، من بقى تليفريك عالمي، أكبر تليفريك في الشرق الأوسط، من المميزات بقى داون تاون، مدينة يعني مدينة مميزة في كل شيء. بنتكلم كمان على الجامعة، أكبر جامعة في الشرق الأوسط تقريبا، جامعة الجلالة، جامعة كبيرة جدا. طيب كل دوت، كل الحاجات الجميله اللي في المدينه ديت بتدي قيمه للمكان، لان انا بختار عقار لازم بعرف انا بختار فين ومستقبله ازاي. تمام، يفرق في سعره، ويفرق في سعره بالظبط. طيب النقطه الثانيه كمان اللوكيشن بتاع فيداله هو على الكورنيش الجبلي. يعني عدد قليل قوي من المشاريع اللي على الكورنيش الجبلي، اللي هو يعني في اميز مكان يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى القيمه نفسها بتاعه المقدم. انا بدفع مقدم، احنا عاملين طبعا كل الطرق عشان بس ما نكونش يعني انا لسه هسال ادفع قد ايه؟ 10% 20%؟ يعني ايه اقل مقدم ممكن ادفعه عشان اقدر اخد عائد؟ طيب الاول انا ممكن ما ادفعش مقدم خالص وامشي اقساط. تمام. ايوه، لان في طرق، في حد تاني مثلا انا عملت شهاده، انا عملت حاجه، اوكي حلو، برافو عليك ان انت عملت كده، احنا بنشجعك، احنا بنشجعك في كل الطرق. ايوه، طب انت العائد بتاعك احنا ممكن نخليه هو القسط بتاعنا عادي، مفيش مشكله، بس بالطريقه ديت انا لما هدفع القسط مش هاخد عليه عائد. يعني هيبقى قصاد بس العائد على المقدم بالظبط. طب انا بقى عايز بقى عندك اخد احسن عائد وابتدي قصادي بعد الاستلام، اوكي هتدفع حضرتك المقدم تمام، اللي هو بيبتدي من 35 لحد 55%، ده كل ده انا بعتبرك شريك معنا. يعني كل المقدمات دي بعتبرك شريك معنا، فبتكسب كل الحاجات، بتكسب العائد، بتكسب القيمه نفسها، بتكسب كمان الـ ان انت بتبتدي اقساطك من بعد الاستلام. المبلغ اللي معايا حضرتك هتديني بيه عائد؟ يعني انا عايز هحط مقدم بس على حسب امكانياتي، سواء 35 لا بس بدايه من 35%، بدايه 35 35 دي العائد، 45 55% والاقل من كده مش هيبقى فيه العائد، لكن اقدر اوزع بعد كده الاقساط بشكل مريح مع اني ممكن اجرها ادفع بيها الاقساط. بالظبط، هي ده التحليل اللي احنا عملناه عشان نوصل للمشاهد. أيه، بطريقه. انا بس عايز اكد على حاجه، يمكن انا وهبه كمان من الناس اللي رحنا مدينه الجلال. الاستثمار لما بيبقى في منطقه لسه ناشئه ولسه الدوله بتحط ايديها عليها، ده بيبقى استثمار عالي جدا. تمام. يعني غير برضو لما اروح منطقه اللي خلاص بقى لها كذا سنه الناس بتستثمر هناك، لكن اللي بيبتدي دايما في مشروع ده اللي بيبقى معدل الزياده عليه عاليه جدا، ياخد الكيرف وهو بيطلع. طبعا ما بيستناش بعد ما يطلع يشتري، انت بتاخد الكيرف وهو بيطلع. تمام، هو طالع يعني مفيش يعني اي شك ولا اي ريسك لده. طب احنا يعني لما رحنا الجلاله الحقيقه وبنقول ده وحضراتكم شفتوه معانا من خلال الحلقه اللي احنا صورناها، فعلا الموقع مميز، المدينه مبهره، وتقول ان بكره هيبقى المكان ده شكله ايه. فاحنا عايزين بس نفكر الناس بفيداله وبالموقع هناك، فنشوف تقرير كده سريعا عن فيداله الجلاله ونرجع نكمل مع استاذ مينا. معاكم دلوقتي من فيدالة بمدينة الجلالة. جينا هنا من 5 شهور، كانت لسه الأرض بتتحفر ولسه بتتبني، تقريبا ابتدوا يحفروا هنا في الأرض هنا في فيدالة. هنشوف مش هنا احنا بنينا خلاص فيدالة، بنينا وخلاص. طب معلش أنا يظهر جيت مكان غلط أو حاجة كده، ومش دي مش فيدالة أصلا، بس إزاي لحقوا يبنوا؟ تعال نشوف. من اول ما جيت فيدالة النهارده وانا كل اللي بفكر فيه ازاي من 5 6 شهور كانت لسه الارض يا دوبك بيحفروا فيها، والنهارده شايفين فيلات وشايفين اماكن حلوه جدا اتبنت. باشمهندس روماني، ده اتبنى امتى؟
اولا ازي حضرتك يا استاذ حياء، انت شرفت المدينه كلها، واحنا بنشكر كل المشاهدين سي تي في، وبنشكر حضرتك انت، انا عارف ان انت بتيجي تشرف علينا على طول يعني اول باول يعني، وبتطمن الناس. احنا هنا شغالين يعني 24 ساعه كل اسبوع، بنعمل شيفتات يعني الشغل ما بيقفش خالص، نشكر ربنا دايما بنسابق الزمن على احلى يعني او اجمل يعني مستويات الشغل زي ما حضرتك شفت وتابعت، وهو ده يعني سبب الانجاز الكبير اللي حصل يعني. احنا دايما بنقول للناس تعالوا شوفوا الواقع معانا وشوفوا الوضع شكله ازاي على الحقيقة. احنا هنا في مكان يعني انت شايف الجمال، احنا هنا في مدينة الجلالة العالمية. مدينة الجلالة ديت بتعلو يعني عن البحر بحوالي 750، يعني احنا النقطة اللي احنا واقفين عليها ديت حوالي 750 متر من فوق سطح البحر، يعني ده بيديك قمة في الجمال، حاجة جديدة جدا في مصر ما كانتش موجودة. انت شايف الجمال بتاع المدينة شكلها ازاي، شايف الـ 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 الخدمات اللي في المدينة. هنا احنا بنتكلم على مدينة عالمية متكاملة، يعني يعني مثلا انا ليه اخد في مدينة الجلالة ما اخدش مثلا بجوار مدينة الجلالة، ليه اخد تحت ما اخدش فوق، لا هو هنا احنا في مدينة عالمية بجد. واحنا دلوقتي يعني واقفين فين، دي فيلا ولا دي عمارة ولا دي؟ دي فيلا توين، و احنا عايزين برضو نتكلم على المشروع وانجازات المشروع وسرعة الانجاز في المشروع. احنا زي ما ذكرنا في المرة اللي فاتت ان احنا شغالين 24 ساعة في اليوم وفعلا وسبعة ايام فعلا في الاسبوع. احنا يعني شغالين طبعا بقرار وزاري وكل الاوراق بتاعتنا خلصانة ومنتهية، و شغالين بقوة. وبصراحة أنا بشكر كل فريق العمل اللي معايا، من مهندسين من مساحين من كل الناس. دلوقتي يا أستاذ حق على ارتفاع من 750 ل 800 متر تقريبا، هنا المكان مريح جدا للنفسية، رائع. بس هو كده الليل ليل علينا ولازم نمشي دلوقتي. لا اتفضل انت، انا قاعد. انا همشي. لا اتفضل حرك، انا قاعد. سلام سلام، باي باي. هو تقريبا بيذيعوا التقرير تاني عشان يبذوا هيبه. هو تقريبا يعني الموضوع موجه لك انت يعني بشكل شخصي. وبتقول له مين مش انت، انا قاعد عجبك الحال. بص يا عم الخيمه هناك وعيش. لا والمكان فعلا مميز. المكان جميل فعلا ومميز جدا، وفي راحه نفسيه كمان حلو قوي يعني. ده حقيقي. يعني من اجمل الاماكن اللي موجوده في مصر الحقيقه. موضوع يعني الطاقه كلمتنا عنه، الطاقه الايجابيه بالظبط. هو المكان طبعا مميز جدا. احنا كمان بدانا نفكر يعني من البدايه خالص، واحنا بنفكر ان احنا نحط يعني محددين مكان هيبقى العلاج بالطاقه الايجابيه. ده بيبقى يعني طبعا ده علم، والمكان هناك مساعد قوي. الارتفاع دوت مدي اكسجين نقي، مدي حاجه نقيه جدا، مدي تلوث يمكن مش موجود خالص. نسبه نقاء حوالي 97%. عايز اقول لك ان في الصيف يعني يكاد يكون ما حدش هيستخدم التكييفات يعني في الشاليهات وكده، ولا مراوح ولا اي حاجه يعني. هو الجو في عز الصيف لو تفتكر، هيبقى احنا كنا رحنا في عز الصيف يعني شهر 8 يعني. عشان احنا عاليين على مستوى سطح البحر، انا متهيألي كل 100 متر بيبقى فيه اقل درجه. مفيش رطوبه خالص. مفيش رطوبه، ده حقيقي. واحنا كمان على فكره يعني الـ المشاهد والمواطن اللي بيجي يشتري ذكي جدا وعارف يعني. انا بيتضح لي بيجي لنا تليفونات من بره مصر، مصريين عايشين في الخارج عارفين معلومات كتيره جدا يمكن عن المدينه اكتر منا احنا شخصيا. دارسين الموضوع، عاملين تحليل الموضوع، عارفين المدينه ازاي، قد ايه مميزه جدا، وقد ايه هي استثمار مميز جدا، وعندهم معلومات حلوه قوي عن المدينه. طب بما انك جبت سيره اصدقائنا اللي عايشين بره مصر دلوقتي، يعني سعر العمله الاجنبيه زادت وسعر الجنيه المصري قل، قدامهم فرصه قد ايه لو عايزين يستثمروا معاك او يدخلوا في شراكه معاك؟ دي فرصة ذهبية يعني. فرصة ذهبية ان هو اصلا يبتدي يستثمر في مصر دلوقتي وهو العملة بتاعته او العملة اللي بيشتغل بيها عملة عالية دلوقتي. بالظبط. لان خلي بال حضرتك برضو هي مش هتفضل عالية على طول.
يعني دايما الاقتصاديين بيقولوا زي فكرة اللبن اللي بيفور يعني اللبن على النار بيفور بيسيبوه يفور تمام، أول ما بيفور بيعلى بيحصل إيه؟ ينخفض أول ما يبتدي يطفي النار يعني، أنه هو بيفور وبينزل يطفي النار فيبتدي ينخفض يبتدي يقل. احنا جربنا ده التوازن اللي حصل بين الدولار ودي فرصته حصل ايه؟ فهو دي فرصته ان هو يبتدي، لان الفرق بقى فرق كبير، ان هو يبتدي يستثمر في بلده من خلال فكره فيدالا مثلا والشراكه في فيدالا. وكمان يعني هو شاف بنفسه دلوقتي احنا ليه بنروح الموقع وبنصور عشان يعني نخلي المشاهد يشوف بعينه هو بيحط فلوسه فين. مصداقيه، مش بيشتري في الهواء بالظبط. ما بيحطش فلوسه في ارض، هو بيحط فلوسه في مباني اتبنت. هو بيزود لكن مش احنا بنستخدمه، تفرق. طب انا عايزه بس بموضوع الشهادات اللي انت كنت تكلم عليها واحنا في الفاصل يا جماعه، معلش يعني شهادات ايه؟ البنوك اللي الشهاده اللي عاملها البنوك دلوقتي وعاملاها الدوله بعائد 18%، وان ده فرصه الناس كلها بقت بتطلع. أيوة التعب اللي الناس بتتعبه بمرتباتهم بتحويشه العمر اللي بنعملها لاولادنا بحط القرش على القرش، ده مش معناه ان الناس مرتاحه ولا كل واحد معاه ملايين بيستثمر فيها، عشان الكلام مش موجه لفئه بس معينه. حتى اللي بيستثمر في شهادة عشان يطلع له عائد بياخد شقة أو حاجة في مشروع زي فيدالا ولا زي حاجة في العاصمة الإدارية، في الآخر بترجع له عائد عشان ولاده لما هيكبروا ولا يتجوزوا. فهي فكرة الاستثمار، أنا بس عايزة أوضح ده، مش لازم أن أنا أبقى حد غني ومعايا فلوس كتير عشان أقدر أستثمر. العروض أو الطرق بالتسهيلات اللي بتعملها الشركة. المصريين لموا قد إيه؟ لا كده. مصريين في الثلاث ايام اللي فاتوا لموا 100 مليار، ده اخر تقرير مكتوب دلوقتي. 100 مليار، على فكره ال 100 مليار دول مش الناس اللي معاهم ملايين هم اللي حطوهم. انا كان قصدي اوضح ده 50,000 و40,000 و70,000 و100,000 اللي هي القرش على القرش اللي الناس بتعملها من مرتب، من نهايه الخدمه، من مكافاه، من طبعا اللي واخد معاش كده، بالحاجات دي تستثمر فيها. ده حقيقي. ال يعني هو افضل استثمار انا بشوفه تمام، هو ان انا يعني اكون في مكان ما فيهوش ريسك، وده اللي احنا بنحاول نوصله للعميل. كل الطرق جميله، كل الطرق تؤدي، لكن النهارده انا عايزك تاخد كل الطرق. يعني انت هتكسب كل الحاجات، انت هتكسب الاستثمار الامن اللي هو 20% سنوي على الفلوس انت هتدفعها تمام، وده مش موجود. وكمان هتكسب القيمه الكبيره اللي بتزيد جدا سعرها، وكمان هتكسب ان انت هتأجرها وهتدفع منها قسطك عندك عائد. بس انا عايز اكد على حاجه انت قلتها، وانا عايز الموضوع يعني اساله بمنتهى الصراحه يعني. الاسعار هتزيد صح؟ الاسعار زادت في السوق عامه. احنا كبيتر هاوس لكل امانه لسه ما زودناش يعني الاسعار، لكن احنا هنزودها اول الشهر، وده غصب عنا يا جماعه مش بايدينا. ده احنا عندنا زياده غير عاديه في المواد البنا. وصل كام الحديد دلوقتي؟ يعني في رسمي وغير رسمي. لا يعني انت بتشتري اكيد بغير الرسمي. بالظبط. انا بشتري طبعا التجار وكده بيوصل ل 20,000 جنيه تمام. 19.5 20 21 في تخبطات، وعلى فكره لسه كمان الدولار ما سمعش. انت بصراحه يعني هيزود اكتر، والدنيا رايحه في حته تاني خالص. فاحنا قدامنا فرصه يا جماعه اسبوع نتعاقد. قدامنا فرصه اسبوع بس، لان احنا كمان عاملين فكره ال 20% ديت لعدد محدود، مش لكل يعني مش هنقدر نعملها في كل المشروع. هو العدد محدود، بدل ما كانت ب 16 يعني احنا كنا عاملين 16، النهارده عاملين 20. ده لفيدالا يا استاذ. لفيدالا مشروع فيدالا. طب الوحدات التجاريه بقى يعني التجارية. اعتقد لو هي في العاصمه الاداريه انتوا برضو بتعملوا تسهيلات للناس اللي عاوز ياخد مكتب عياده محل. احنا عندنا ثلاث انواع، عندنا تجاري واداري وطبي. تجاري اللي هو المحلات ايا كان المحل اللي هيفتحه تمام. طبعا بعيد عن التلوث، يعني اي شيء بعيد عن التلوث. اللي عندنا كمان الاداري، يفتح شركه، يفتح مكتب ايا كان، او الطبي ده اللي هي العيادات او الحاجات مثلا زي مركز اشعه، مركز للتحاليل. ده بالنسبه للطبي. عندنا الانواع دي كلها من استثمار موجوده عندنا في العاصمه الاداريه الجديده. عندنا مشروعين كبار في العاصمه الاداريه، في الداون تاون وفي الار 7 في العاصمه الاداريه. طبعا عندنا كل المساحات اللي تخلي كل اي حد عايز يستثمر، خصوصا يعني انا مثلا حد عايز استثمر، فانا عايز احط في تجاري، عايز يطلع لي عائد، عايز يخليني يطلع لي ايجار. فانا ببص على التجاري والاداري والطبي، ده كويس جدا. بالنسبه للدكاتره بتبقى محتاجه ان هي عايزه عياده في مكان مميز جدا في داون تاون قريب من المستشفى المركزي بتاعت العاصمه، موجود عند كل حاجه موجوده في بيتر هاوس.
وبنقدمها بالطريقه اللي تناسب العميل نفسه او تناسب احتياجاته. فعندنا عروض مميزه جدا متصل الى 10 سنين اقساط وبدون اي فايده، ولسه برضه ما زودناش الاسعار. الاسعار بتاعتنا هتزيد من شهر 4 وهتزيد بنسبه كبيره تتراوح من 20 لحد 30%. اللي هو معدل التضخم اللي بيحصل في البلد اللي هو من 20 ل 30%. من 20 ل 30% بالظبط، ده دي هتدي الزياده الطبيعيه، بس احنا حبينا نكون ان احنا اخر ناس نزود مش اوائل الناس. يعني لو عايز اشتري مكتب صغير كده يعني حد عايزه هينقل يبقى يعني محامي، فمتوقع ان هو يبقى له فرع مثلا في العاصمه او دكتور او يعني مساحات بتبقى كبيره يعني ولا مساحات صغيره؟ لا لا لا، مساحات تبتدي من 28 متر. 28 متر بس تبتدي. وبعدين انت مش محتاج يعني كل حاجه موجوده، متشطب جاهز، تكييف مركزي، في الميتنج يعني في عندنا في اي بي ميتنج روم، ده انت مش محتاج ان تعمله عندك، انت ممكن تعمله في الميتنج روم العامه بتحجز وتقابل فيها في كل يعني خدمات. يعني اقدر استغل حاجات موجوده في العموم ليا باني اجرها بالظبط. وانا باخد المكان يعني باخد سواء محل او مكتب او المكتب بالذات والعياده باخدهم متشطبين، تاخدهم كامل التشطيب واحنا بنأجره لك. يعني احنا بنأجره لحضرتك لو انت عايز تأجره، تمام؟ لو انت مش عايز تستخدمه، انت عايز تأجره، احنا بنأجره لك وبنطلع لك العائد بتاعك. افتكر موضوع المولات والاداري والتجاري ممكن يشتغل في العاصمه بعد قد ايه؟ يعني ممكن يكون جاهز بعد قد ايه؟ يعني لكل امانه العاصمه اول يعني بدات الوزارات تتنقل هناك. طبعا اول ما تبتدي الوزارات تكمل والحياه الحكوميه يتنقل كل حاجه هتشتغل. يعني 3 سنين حركة. مثلا 3 سنين نبتدي نشتغل. يعني انا متهيألي كمان اقل من كده لان هناك الدنيا فيها سرعه بطريقه غير عاديه. وانا شايف ان يعني انت مجرد الحكومه هتتنقل هناك فانت بتتكلم على كام مليون هيبقى متواجد. صحيح. فلا في ملايين هتبقى متواجده. الناس لما بتروح تشتري محل او تأجر محل كانت بتبقى حريصه انها هاخد في مول او في منطقه تجاريه فكله بيشغل بعضه. المبدأ ده يعني النقطه دي وبذكاء اتعمل حسابها، يعني انا هشتري او هأجر العياده بتاعتي المحل بتاعي، فازاي كل الخدمات الموقع اللي اختارته بيتر هاوس في الاخر بتصب وبتخدم المكان اللي انا هاخده. يعني احنا لما اخترنا مثلا خدنا برج في الداون تاون اخترناه يكون اول الداون تاون، تمام؟ يعني يكون البدايه. فاخذنا المكان قريب من النهر الاخضر قدام فندق الماسا قدام محطه المونريل، فهو في كل المميزات في ظهرنا على طول حي الوزارات. فهو في كل المميزات جنب المستشفى المركزي لو انا بفكر ان انا اخد عياده. ففي كل شيء، في كل مش هبقى منفي كده لوحدي. لا خالص، لا مش منفي. ولما اخترنا كمان مول تاني تجاري اخترناه في قلب حي سكني به يعني في كثافه سكانيه عاليه عشان برضو يخدم الـ 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 الوسط اللي موجود فيه. طيب. عندنا أفكار بقى مختلفة جدا للي بيستثمر معانا، هو زي احنا بنأجر له، دي طرق تانية احنا ممكن نعمل فيها حلقة، زي احنا بنأجر له، زي بنطلع له عائد، وزي بنضمن له ان المحل بتاعه ده بيبقى شغال على طول. زي بوصل لكل اللي موجودين في العاصمة أعرفهم كمعمله ماركتينج، هو أعرفهم ان في محل هنا اسمه كذا بيخدم كذا. طب اخر سؤال ممكن اساله لك، اشتري بالماركتنج بتاعه. انت حضرتك بتقول لي الزيادات 1.4، لو انا مثلا انا عارف ان هتجيلي فلوس كمان شهر او حاجه كده ومش هلحق قبل 1.4، هل ممكن اجي ادفع جزء بسيط من الفلوس؟ تقدر تحجز بالظبط. احجز بس الوحده السعر القديم، بس لو انت غليت السعر ما اخد يعني اخد استمتع انا بالسعر القديم ولا؟ بس بتحجز ويبقى معاك استماره حجز. احنا مثلا عندنا دلوقتي مثلا يعني ممكن فكره يعني عرض، في عندنا كان عرض شغال دايما بنشوف اعلاناته اللي هو شقه وعليها شقه. ايوه انا عايز اقول لك احنا عندنا دلوقتي حجوزات اكتر بكتير من الشقق اللي موجوده، فيعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نقفل العرض على قد ما نقدر ونخلي الناس تستفيد على قد ما تقدر. فيعني بنقول لهم بس يبادروا بس بالحجز او يبادروا ان هم يقولوا احنا عايزين نقدر نكتب اسمه قبل اخر الشهر لاني اوريدي زياده يضمن انه اخذ بالسعر القديم بالظبط، وخصوصا ال 20% لان ال 20% ديت هتبقى يعني لفتره مش اسبوع بالظبط. يبقى احنا انا النهارده طلعت من اللقاء معاك ان في حضرتك بتدي فايده 20% او استثمار 20% سنويا، ان الاسعار للاسف هتزيد اول شهر ابريل اللي جاي بالظبط. انا بشكرك جدا استاذ مينا اندراوز نائب رئيس مجلس اداره شركه بيتر هاوس للتطوير العقاري، نورتنا جدا. شكرا لك. نورتنا وصباح الفل مره ثانيه عليك. شكرا لك. نشكر كمان حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده يوم السبت ان شاء الله 9 الصبح، لقاء جديد ويومكم جميل.